مساء الخير او صباح الخير على كل متابعينا ومتابعين المنعراوي. الجديد يا صدى، الجديد شديد على راي الشيخ، الجديد شديد. دلوقتي الساعه 9:30، احنا في شركه المنعراوي. الناس ده هم جايين لنا من شبين القناطر، بس طبعا زباين جايين دلوقتي من شبين القطر وانا ماشي وقفلنا وماشيين، بس بصراحه الزباين حلوه. مش هقول بقى ان هم جايين لنا بعربيه بام ولا حاجه ياخدوا عزاقه، فانا طبعا دي عزاقه حته هنحطها في العربيه. استاذ عمرو، استاذ عمرو منين؟ شفت القلم عزاقه 12 حصان 14 الكامه الاصليه دي كامه؟ ده مدفوع عليها كامل. الاثنين كامل. احب اعرف متابعينا متابعين شركة المنهراوي ان الشغل اللي بينزل حاليا، الشغل اللي هو ال 22 اشتريه وانت مغمض. اي شركة الشغل اللي بينزل كله الشغل مواصفات حضر شغل عالي جدا. الشغل اللي كان بينزل الاول، الشغل اللي هو السوق ده ما عادش موجود خلاص، الدولة منعته. اللي موجود شغل عالي جدا، اللي في السوق المصري كله شغل يعتبر درجة أولى. ده عزاقة ليه؟ دي العزاقة؟ دور يا ابني. طبعا دي السكين بتاعتها، الباسكه بتاعتها. طبعا اعزائي بتدور من اول شده، اطلع. ده غير كده بالراحه، واطلع بقى قدام. ارجع بالراحه كده، ايوه كده على الغيار نور. عصير امسك دي بريش. انا كان نفسي اجيب له سمره تمشي مع البي ام، بس يعني بتعوض في التالي. انا النوبادي مش هقول السعر عشان السعر طالع مع بي ام. اظن الرساله وصلت. السلام عليكم.